مرحبا سابع، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله راح نبدأ بالصفحتين الجداد عندنا بالورك بوك، اللي هم صفحة 42 و43. So open your workbook with me page 42 and 43. افتح معي على هذول الصفحتين لنبدأ. عندي في هذول two pages we have grammar 1 and grammar 2. اللي هي page 42 is about grammar 1. Page 43 is about grammar 2. You can see that at the top of the page. بتقدر تشوف هذا الحكي في بداية الصفحة أو على أعلى الصفحة. كل واحد محطوط أي قاعدة رح يحكي. هلأ قاعدتنا الأولى كانت زي أنتم متذكرين، كانت هي عبارة عن سؤال اللي هو يتعلق في what's the matter with، وأنت بدك تكمل الضمير المناسب للسؤال. هاي كانت قاعدتنا. فهون هو عاملنا حاطط لنا pictures، وإحنا we have to write the question and the answer for these pictures. Each picture have a something strange or a mistake, and you have to write what is the mistake, what is the wrong with this picture. فخلينا هلا نشوف picture number one as an example. هي محلولة كمثال عنا. Picture number one. If you look at the picture, riding lessons. شو يعني riding lessons؟ اللي هي دروس، اللي هي دروس يعني دروس التعليم ركوب على الخيل. إنه حدا بده ياخد يتعلم ركوب على الخيل أكيد رح ياخد lessons اللي هي دروس. كيف لما تتعلم سواقة، لما بدك تتعلم سباحة، لما تتعلم أي شيء، نفس الشيء ركوب الخيل. هلأ شوف شو مكتوب في البيكتشر. Three lessons for the price of four. $150. طيب كيف يعني 3 lessons for the price of 4؟ يعني هم هون عاملين offer 3 دروس بسعر 4. الأوفر الطبيعي انه يكون شو هو؟ 3 دروس بسعر 2. هذا هو الأوفر اللي انت لازم تعمله كإعلان، مظبوط؟ فبالتالي هون السؤال شو كان؟ What's the matter with the sign؟ هذا بنسميه sign او إعلان. هي كيف الساين اللي هي المكتوبة بتكون زي حاطينها على باب المكان التدريب، فحاطين عليه العرض. فهو هون بنكتب the sign، أو هو مكتوب أصلاً sign. It should be three lessons. لازم تكون الجواب هيك بنكتب، إن هي لازم تكون three lessons for the price of two. تمام؟ Otherwise it's not a sale. غير هيك ما بتكون هي عبارة عن عرض، ما بيكون عبارة عن صفقة. ما حد رح يتطلع شو يعني ثلاثة دروس سعر أربعة. إذن الجواب هو إنه it should be three lessons for the price of two، مش the price of four، of two. Otherwise it's not a sale. غير هيك بتكون ليست صفقة، ليست مناسبة. هلأ picture number two عندنا. As you can see that there is a family, and the question must be what's the matter with إيش؟ With the family. What's the matter with the family؟ شو المشكلة مع هاي الفاميلي؟ شو القصة؟ إيش في؟ Look carefully at this baby. Look carefully at this baby. He is not on the wagon. شو يعني wagon؟ wagon هي العربي، هاي wagon اسمها. He is not on the wagon. He is outside of the wagon. He fall off the wagon. صح؟ هو وقع منها. فبالتالي هذا هو الماتر، هاي هي المشكلة. فبنكتب the son اللي هو الابن is being pulled behind، يعني دفع خلف الواغن اللي هي العربي. Instead of the wagon. Instead of the wagon. اوكي هذا هو الجواب الصحيح. تقدر تعمل سكرين شوت للجواب هذا. اذا هنا بنروح أعيد لآخر مرة، إنه هو يدف يعني يجر الطفل، يجر خلف الواغون بدل ما أن يكون داخل الواغون. behind يعني خلفه، وإن يعني داخل. أوكي عندك هون look at the picture. What is the matter of the، شو هاي اسمها؟ مين بيعرف شو هاي اسمها بالإنجليش؟ هاي اسمها pumpkin. pumpkin شو يعني pumpkin؟ اللي هي اليقطينة. طب شو المشكلة مع هاي اليقطينة؟ مين بيعرف يا سابع؟ طلع عليها منيح، شو المشكلة مع هاي اليقطينة البامبكن؟ باجي بحكي السؤال what's the matter with the pumpkin؟
اوكي شو رح تجاوبني؟ بتحكي لي انه the sign on it says watermelon، انه الساين اللي عليها بتحكي انها هاي watermelon. What's the meaning of watermelon؟ watermelon يعني بطيخ. هل هي بطيخة؟ لا، هي بامكن، هي يقطين. فبالتالي بكون السؤال what's the matter with the pumpkin، والانسر is the sign on it says watermelon، الاعلام اللي عليها بتحكي انها watermelon. Okay, let's go to the next picture. Look at the picture. Okay. نحكي what's the matter with the photo. It's a photo for these people, for these two persons. هاي صورة الاثنين. فبنحكي what's the matter with the photo. What's the matter? Look carefully at the photo. Look carefully. You can see that the woman has two hands and the man has also two hands. This one and this one. What this hand refers to who? There is a extra one hand. في عندك ايد زيادة بالصورة. فبالتالي there is an extra hand between the husband and wife. There is an extra. يعني يد إضافية بين الزوج والزوجة. Husband زوج ووايف يعني زوجة. Okay, next picture. What? نحكي هاي is a gate. مكتوب keep gate closed. طب look at the gate. Is it closed anything? هاي بتسكري أي إشي إلها فايدة. بتسكر على إشي، عاملة إشي في أي فايدة من هاي الجيت المحطوطة هيك لحالها بالنص، هون فاضي وهون فاضي؟ أكيد لا. فبنحكي what's the matter with the gate. What's the matter with the gate question mark. طبعا ما رح أنس، ما رح أضل أذكركم، أوعى تنسى الquestion mark في الquestions. بتيجي بتحكي لي الجواب it is not attached to the fence. شو يعني it's not attached to a fence؟ fence يعني سور، هي مش مربوطة بسور. يعني بالعادة الجيت بتكون من هون في سور وهون في سور، مسكر المكان كله وبنحط له جيت عشان يكون مسكر ما حدا يقدر يفوت. هلأ هون هي في جيت without a fence، بدون سور. فبالتالي it is، هذا الجيت، هذا طبعا it refers to gate، هذا الجيت it's not attached، غير موصول بسور. And the last picture here. Look at the boy, a baby. I don't know if he is a boy or a girl. مش عارف هاي boy ولا girl, but I think it's a boy. فباجي بحكي السؤال. What is the matter with the baby? What's the matter with the baby? Look at the picture. Can you see these legs? Can you see these feet? Can you see them? Yes, they are not refers to a baby. Had these legs are not for baby. These legs are too big for a baby. هذول كبار على إنهم يكونوا legs for baby. فبالتالي what's the matter with the baby؟ راح يكون الجواب someone else's feet. يعني أرجل أحد آخر are in the picture instead of his. يعني هنالك أرجل شخص آخر بدل أرجل الطفل. فهذا نفس الشيء، كل صورة بتقدر تعملها على طول سكرين شوت وبتقدر تأخذها عندك. تمام، هذا كل شيء بالنسبة لهاي الصفحة نمبر 2. ما بدي إياه، خلينا نروح على next page اللي هي page 43 and start with a question. Question 1, a guessing game. Read the read and help to write the following clues. Then try to guess what the item might be. يعني هون جاي سؤال منك، هذا السؤال ممكن تطبق عليه القاعدة اللي هي they have got أو she has got. لما حكينا إنه شو بده يكون يمتلك لديه، أو بنسألها سؤال، أو إذا بنسألها بدنا نسأل سؤال بنحط ال has أو ال have بالبداية. Has she got أو have they got؟ بنعكس وبنحط الكويستشن مارك بالنهاية. يعني في تطبيق للقاعدة، بس بنفس الوقت دخلنا جيم فيها اللي هي إنه بتكون أسئلة، ومن الأسئلة هاي والأجوبة بدك تكون عارف يعني إيش هي هاي، زي الحزورة، زي اللي كنا ناخدهم
بالفصل الأول إنه بدك تحذر شو هي هاي، إذا إلها أرجل أو لا، أو إذا إلها أبصر. هلأ بتشوف كيف. عندك نمبر 1 اللي هي مكتوبة عندك I student 1 says that I've got legs okay but I haven't got hands okay أو arms. I have got legs بناء depends on the picture، إحنا بنخمن شو ممكن يكون. But I haven't got arms مثلا، عندي أرجل بس ما عندي أيدي. طيب student 2 says حكاله have you got a head، have you got a head question mark. student 1 حكاله no only legs، حكاله ما عندي head ولا عندي arms ولا hands، بس legs عندي فقط أرجل. ف my guess ممكن تكون it's a table، شو اللي عنده إشي بس أربع أرجل هو it's a table. طبعا هذا يعني مش كتير مهم موضوع انك تحذر الجواب، بس انه بدي اياك تكون عارف طريقة السؤال والجواب. اخر همي موضوع انك تحذر الجواب، لانه اصلا مكتوبين في نهاية الصفحة. If you look at the bottom of the page here you can see that answers، هيهم جاوبين لك الاسئلة. فيعني الموضوع مو ابدا مو ما بهمني هون، بهمني انه تعمل طريقة السؤال والجواب. هلأ بي، خلينا نروح على بي. طيب حكينا he has، هاي طبعا هون نكتب he has، اوضح لكم لا تكتبوها باختصار، اكتبوها he has got a school. ليش حطيت he has؟ ليش بدأت السؤال ب he has مش she has مش they have؟ لانه اذا بتكمل but he سؤال عن he، فالهي رح تاخد has. فعلى السريع ببدأ بحكي، هذا مو سؤال طبعا هذا جملة، لانه بدأنا بالفاعل ولم نبدأ بالhelping verb. فبالتالي بس أنا كيف عرفت أنه أبدأ به؟ لأنه إذا بتكمل الجملة بتشوف أنه إحنا بنحكي عن هي، فبالتالي ببدأ هي عطول، والهي شو بتاخد؟ هاز، والهاز عطول بحط وراها got. إحنا اتفقنا أنه دائما نحط الverb got وأ، والصورة اللي عندي هاي school. ف but he never studies، شو اللي عنده school؟ في هو school بس ما بدرس. فستودنت 2 سأله كمان سؤال عشان يشوف ايش هو يقدر يحذر، حكى له هاز، شوف تغير السؤال صارت هاز هي لانه صار سؤال، كانت هاز كانت هي هاز لانه فول ستوب ينتهي، كانت افيرماتيف سنتنس، هيك هلا صارت سؤال، فصارت هاز هي جوت بوكس كويستشن مارك، هل فيه كتب؟ الستودنت 1 حكى له نو اونلي سكول، نحكي no only a school، هيك الجواب بده يكون only a school فقط مدرسة. ف my guess رح يكون a fish. هلا انتو كلكم مستغربين زي ما انا استغربت كيف يعني fish. if you look at the bottom of the page، طلع على نهاية الصفحة مكتوب عندك بي جوابها fish. ليش؟ لانه a group of fish عندهم is a school of fish، مجموعة الاسماك بسموها مدرسة اسماك، فعشان هيك هو الجس تبعه التخمين تبعه كان fish. زي ما بحكي لكم هذا الموضوع مش مهم، بس اكتبوا بالفراغ الجواب، بس لا تركز عليه كتير، بس ركز على انه لما يكون سؤال كيف ببدأ، ولما يكون جملة عادية كيف بتبدأ. student 1 says that they have got. طيب ليش يا مس حطيتي they have got؟ انا بحكي لك كمل but they، عطول شفت الضمير they بحطه في البداية، اذا انا بدي استخدم they. ذي شو بتاخد؟ بسأل حالي أنا كطالب صف سابع أو طالب بعرف هاي القاعدة، بقول ذي رح تاخد، أكيد ما رح تاخد هاز، رح تاخد هاب. إذن وبعد هاب أنا بعرف إنه فعل واحد أنا بستخدمه دائما هو got، فصار عندي السؤال كامل they have got buttons. هاي شو هدول buttons؟ اللي هم الأزرار. but they haven't got shirts، بس ما عندهم قمصان. They haven't got but، لما تشوف but بدك تعرف انه في وراها نفي، لانه اللي قبل دائما البت بتعكس اللي قبلها، طالما هون ما في نفي بده يكون هون في نفي، لو كان هون في نفي بده يكون هون ما في نفي لانه في but. اوكي لان يعني هلا هون حتحكي لي طيب يا مس هون في but، هون but he never، never تفيد النفي، never studies ابدا لا يدرس. اوكي فبرضو عطت نفس المعنى اللي هو العكسي. So they haven't got shirts. student 2 حكاله have they got zippers. zippers اللي هو السحاب، سحاب البنطلون. هل فيهم سحابات؟ حكاله no only buttons. only buttons هيك بيكون الجواب دائما، بس الاشي الاول.
حكى له ماي جس هو elevators. ليش حكينا elevators؟ لأنه المصعد بيكون فيه أزرار نضغط عليها لهاي. ممكن تحط جواب تاني أنت، بحكينا الجواب ممكن يكون مختلف، ممكن تحكي لي ريموت كنترول، وأي إشي له أزرار ممكن تجاوبه هون. هلا هم حاطين الليفت اللي هو نفس الإليفيتر اللي هو معناها مصعد. You push the buttons on a lift to make it move. إنه لازم تضغط على الأزرار اللي فيه ليتحرك معك المصعد. طبعا lift في نفس الإليفيتر، هو lift يعني مصعد. Student 1. They have got the same way. كيف عرفنا؟ لأنه that they عطول بحط they with capital T have وراها وgot كيكمل السؤال a jacket that they never take off. وهذا الجاكيت أبدا لا يخلعوه، يعني ما بيشلحوه أبدا. have they got a shirt عندهم قميص. السؤال have، شوف كانت they have صارت have they got a shirt. الجواب no only a coat. ف my guess animals with a coat of fur. fur يعني فرو، فخمن هو انه الحيوانات اللي بيكون يعني اللي بتكون مغطاة بالفرو، هذا هو المقصود فيها. هيها animal with fur a coat of fur. اوكي طيب let's go to the last question for today. going shopping you are in a shop. انت في محل but you cannot find the items you want. ask the shopkeeper. shopkeeper اللي هو اللي يعني المسؤول عن البياع. what he does or doesn't have. شو عنده او ما عنده. shopper اللي هو المتسوق اللي هو انت، هذا محلول طبعا. بدك تسأل have you got any milk. سألوا عن الملك، ها نفس ترتيب السؤال have لليو بتاخد have. have you got any، استخدمنا any بالسؤال milk، وكلهم راح نستخدم لهم any دائما، الأغلب استخدم any بالسؤال. question mark الجواب owner اللي هو صاحب المحل راح يحكي لك إما no أو yes. في حال جوابك no بتحكي بيحكي لك no we ليس لدينا haven't got any milk، أو yes we have got some milk. شوف السم مع اليس، راح أعيد الاني مع النو، السم مع اليس. الثاني تشيز، هو بده طالب منك عن ايش تسال هون. تشيز انت بدك تساله have you got any cheese. الاونر طبعا لحالك لازم تكمل هلا اما يس او نو، بتحكي اذا كان نو بنحكي نو وي هافنت جوت اني تشيز، او يس وي هاف جوت سم تشيز. اوكي هلا عن البريد، ما راح ابين لك الجواب. بريد شو رح نحكي السؤال have you got هيها هيها have you got any bread question mark. شوف كيف سألنا have you got any bread وحطينا question mark. الجواب إما yes، شو رح نجاوب يا سابع إذا yes؟ نحكي yes we have got some bread أو no we haven't got any bread. هيها no we haven't got any bread. Yes, we have got some bread. طبعاً first stop في الجواب والسؤال ونحط له question mark. Rice. Have you got any rice the same way? ما في أي اختلاف. هذا اللي بسهل عليك، كتير سهل هذا وكتير مهم. هيك أسئلة سهلة ومهمة. Rice. Shopper اللي هو المتسوق بيسأل صاحب المحل بيقول له Have you got any rice? Have you got هل لديكم أي من الرز؟ owner بيحكي له no يا اما اه يا اما وي، بس احنا حنمشي على نفس النمط بنحكي no we haven't got any rice او no او yes we have yes we have got some rice. هيك بتكتب yes we have got some rice. طبعا اذا ما كفك طبعا عندك سطر واحد انت سطر السطر الثالث وحط الجواب مره no مره yes. اوكي في المسطر عندك فراغ تقدر تزيد. عندك جوس، لا في عندك لتس اللي هو شو اللتس اللي هو الخس. شوبر have you got any lettuce. no I haven't got any lettuce. ولا yes I have got some lettuce in the same way. with juice
Have you got any juice? No, I haven't got any juice. Yes, I have got some juice. وآخر واحدة اللي هي الأبلز، يا ريت إنك تحلها لحالك وتشوف إنه أنت هل استوعبت السؤال 100% أو لا. In the same way، نفس الطريقة، بس بدك تغير المنتج اللي بدك تسأل عنه. فيعطيكم العافية سابع، شكرا كثير لاستماعكم.